إطلاق سراح المحامي أحمد جمعة رشيد من سجون هيئة تحرير الشام بعد تغريمه بمبلغ 5,000 دولار أمريكي. خروج مشفى دار الحكمة بمدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبية عن الخدمة جراء خصفه من قبل قوات النظام براجمة الصواريخ. جرحى مدنيون بقصف جوي من طيران النظام الحربي استهدف مدينة خان شيخون وحيش وجبالا بريف إدلب الجنوبي. مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين بقصف جوي من قبل قوات النظام استهدف بلدة معر تماثر بجنوب إدلب. الجبهة الوطنية للتحرير تعلن مقتل وإصابة عدة عناصر القوات الروسية الخاصة إثر وقوعهم في كمين خلال محاولتهم التسلل على جبهة المشاريع غرب حماة. مقتل مدني وإصابة آخرين جراء استهداف طيران النظام الحربي بعدة غارات جوية محيطة بلدة البوابية في ريف حلب الجنوبي.